بس ولا في جماعه شويه عندك Allah'a emanet olun.
Jane. استلام العناد حاول يعدي عماد الدين كوبا
مسجد في كاسموس؟ مسجد في كاسموس؟ ايوه ده انت لعبت في السوق يا
ازاي؟ استلام من عماد، حاول يعدي عماد الدين كوبا،
Masjid of Cosmos? Yeah. Masjid of Cosmos? Yeah. Yeah. Vamos entrar, professor. Yeah.
Shay? استلام العماد حاول يعدي عماد الدين كوبا
Masjid of Cosmos? Yeah. Masjid of Cosmos? Yeah. 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 Thank you.
الداعي لهذا الصوت I'm
غربه، قلبي طيب بساعد بساعد الناس. انا ما بقدرش اتفاعل، حرام بقالي 4 ايام. على جسم السويس، بص جنك على جسم السويس. Thank you.
الغربة. قلبي طيب بساعد الناس. انا مفهوم بالفعل حرام ولا 4 ايام. كنا كده على جسر السويس. بص كنا على جسر السويس. المصري على عكس الموسم تجاه سلبية يعني هزيمة كبيرة أمام سيراميكا في الفترة الأخيرة. بدأ الكلام وبدأت الشكوك لكن استعاد توجهه سريعا أمام بيراميدز بعد بدون أهداف ثم فاز على إن بي 2-0 بهدفي مروان حمدي وهدف منه. يعني المصري جرب كل النتائج هزيمة كبيرة تعادل في المفروض هيمنة المكان نفس الفريقين وإمام عاشور سجل أيضا هدف كان
ينسى في شباك المصري يرفع ضيفه اخرى من خارج منطقه الجزاء يعيد ويكرر من ساعتين امام عاشور ويسجل هدف رائع يتقدم الزمالك لاول الاهداف للقاء. يا سلام يا امام التقدم زملكاوي عن طريق امام عاشور اللي يشكت الجميع ويرد على الكل. وبعد كل الكلام الكتير اللي كتير طوال الايام الماضيه ياتي امام من بعيد ليسجل هدف جديد.